كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه. فإذا المشروع أن الإنسان ما ينقطع عن زيارة أقاربه الأموات، لأنهم يتطلعون إليه أن يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم. نعم، فلا ينقطع عنهم. نعم. وأن لا يطول عهده به فيهجره ويتناساه، كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه، فإذا زار الحي فرح بزيارته وسر بذلك، فالميت أولى. نعم. لأنه قد صار في دار قد هجر أهلها إخوانهم وأهلوهم ومعارفهم، فإذا زاره وأهدى إليه هدية من دعاء أو صدقة أو أهدى قربة ازداد بذلك سروره وفرحه، كما نعم. يسر الحي بمن يزوره ويهدي له. نعم. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للزائر أن يدعو لأهل القبور بالرحمة والمغفرة وسؤال العافية فقط، ولم يشرع أن يدعوهم ولا يدعو بهم. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور يقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. فيحصل الحي على الأجر، ويحصل الميت أيضا على دعاء الحي له والسلام عليه وإهداء الثواب له. نعم.